نعم إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى. نعم إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى وأجعل منه سيول الشتاء ليغرق فيها حصون العدا وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا أسير وكل ضياء ونور أسير وكل ضياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيئا وطوبى لمن عاش هذه اللحظات مع هذه الطاعات، مع هذه العبادات، خضعت هذه الجوارح لله سبحانه وتعالى، وهو يردد مع تناول طعام الإفطار: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهو يتهيأ ليوم آخر من وقت السحر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. بركة وأنت تتناول هذه لقيمات من الطعام، وبركة وأنت تستيقظ في هذا الوقت الذي تتجلى به عظمة الله سبحانه وتعالى. بركة ليكون لسان العبد ذاكرا لله عز وجل. ومع السؤال الحادي عشر من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال يقول: صحابي جليل من أوائل من أسلم من أهل يثرب، نال شرفا عظيما في وقت تنافس الأنصار جميعا على هذا الشرف، عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، كان رضي الله عنه يتبرك بشعر لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرص كل الحرص أن يأكل من بقية الطعام الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نفس الموضع في القصعة. كان له موقف عظيم واضح وجلي من حادثة الإفك يدل على ثقته في بيت النبوة. مات رحمه الله مجاهدا في سبيل الله عز وجل وهو يقاتل الروم، قال لأصحابه: إذا مت فاحملوني، وإذا صادفكم العدو فادفنوني تحت أقدامكم. إذا مت فاحملوني، وإذا صادفكم العدو فادفنوني تحت أقدامكم. دفن رحمه الله في ساحات القتال سنة 50 للهجرة رضي الله عنه ورحمه الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.